نهار 25 مارس 1984 هو الزمان المكنسي بسيدي بوزيد هي المكان تولد ونجراندي ديفنسوري على أرضية الميدان الصلابة الدفاعية والأناقة هي العنوان نحكي على الفالحي رضوان حكيته مع الإتوال بدأت عام 97 وتواصلت حتى 2014 سنوات عزف خلالها الفالحي مع ستيلا بيانكا أحلى السمفونيات في مقبرة الغوزات كيف لا وقد توج خلالها بأغلى وأهم الألقاب كأس الكاف 2006 بطولة تونس 2007 ويبقى لقب تشامبيونز ليغا الإفريقية هو الأروع والأحلى بما أنه الأول والوحيد في خزينة النجمة لحد الآن اللي كان من قلب القاهرة عام 2007 وقتها رضوان كان صمام الأمان وأحد أبرز الجنود على الميدان التربع على عرش القارة السمراء جعل الكتيبة الحمراء تعانق العالمية على الأراضي اليابانية وإنهاء المونديال في المركز الرابع بفضل عزيمة الفرح والبقية هذا بالإضافة إلى السوبر كوبا الإفريقية عام 2008 بعد الانتصار على السياسيس هدفين لهدف في ملعب رادس ما غير ما ننسيه الكوبا التونسية في زوز مناسبات عام 2013 و2014 وكذلك قبل هذا كاس الرابطة 2005 وخلال هذه السنوات رضوان كان عمل تجربة احترافية موسم 2009-2010 مع نادي ميونيخ 1860 الألماني اللي لعب معاه تقريبا 26 مباراة مع تسجيله لهدف وفي موسم 2014-2015 الفرح يتقمص أزياء نادي السلمية الكويتي وصولا إلى نادي النجمة اللبناني سيزون 2015-2016 والتتويج بالكوبا مع تسجيله لزوز أهداف خلال التجربة هذه أما مع نصور قرطاج فإنه الفالحي كان دافع عن الراية الوطنية من 2008 حتى 2011 وكان حاضر في كان غانا 2008 وكان أنجول 2010 وبالتالي هو من نحت اسمه في تاريخ النجم العريق رضوان الفالحي المدافع الأنيق إذن نشوفه ثم توزيعه أيضا لمسة من جانب رضوان الفالحي فعلا